شلون جيت لأمريكا؟ أنا كتير صارت فرص إني أجي أمريكا، ما جيت على أمريكا، بس بالوقت الأخير صار الحال ما يطاق ببلدي وجينا على أمريكا. وأنا كويش حاجة، وأنا كويش حاجة، الناس داحت بلبنان وبيروت وبتركيا وكتلها جوع، وأنا واحد من عندهم، واشتغلنا شغلات تلعب النفس وتوسلنا وبكينا وبالموت بالموت يلا وصلنا أمريكا. وهي تسوي دي. أنا اجيت أمريكا، قررت أني أجع أمريكا وجيت على أمريكا. هذا واحد يسمع الفيديو هو قاعد بالعراق، قررتي أنت تجين لأمريكا وإجيت لأمريكا، يقول لك هل عديش أنا ما قرر. أنا هذا أحكي عن الناس كلهم اللي يجوا لأمريكا، ما عدا اللي طار بطيارة من بغداد اللي كان يشتغلون مع الجيش الأمريكي، يقول لك يختلفون صحيح يجوا بسهولة. تحياتي.